صباح الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بكم الى حلقه جديده من البرنامج الاخباري اليومي العالم هذا الصباح. نبداه كالعاده بالعناوين. قالت اجواء مسلحه حوالي 20 مسلح قاموا الاعتداء علي الضرب وهم مسلحين، ثم اقتادونا انا والرفيق امين السر والمستخدم واخذونا الى جهه مجهوله، وهناك ايضا اعتدوا علينا بالضرب المبرح وجعلونا نسجل الشريط باننا ننشق عن حزب البعث العربي الاشتراكي. تحرير المختطفين في حمص يكشف عدوانية قنوات التنسيقيات. القبض على مجموعات إرهابية مسلحة في عملية نوعية لقوة أمنية في جبل الزاوية. بس يأذي عالم، قد ما أذي عالم سيدي أكثر قد ما بكون المبلغ بعد التنفيذ أكثر. الإرهابي عبد الله قز العلي يتقاضى أموالا بقدر ما يقتل. تخريج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية. أهلا بكم. قال الرئيس